شكرا لزملاء الاعضاء، ونسجل انه قد تمت المصادقه بالاجماع. شكرا. الان نفتح المجال لطرح بعض انشغالات المواطنين. وعلى اشرف المرسلين وخير العباد امين. سيدي رئيس البلديه، في هذا الاجتماع او في هذه الجلسه اريد ان اخبرك ببعض المشاكل التي توجد بكثره في ولايه عين تونشل، مثل مشكله السكن التي يعاني منها الكثير من الاشخاص. فبعض الاسر تمضي نهارها وليلها في مسكن ضيق جدا، اضافه ان بعض الاسر تتكون من 7 أو 8 افراد، ولذلك يشكل الكثير منهم من مشكلات الضيق. اما بعض الاشخاص مجردون من المنازل، وهذا الامر بطبعه سيء للغايه، ولذلك ساقترح عليك حلا لها، والذي اتمنى ان يكون حلا مناسبا، الا وهو الاكثار من بناء السكنات الاجتماعيه ومنح حقوق السكن لجميع المحرومين من المنازل. اتمنى ان يكون رايي على محمل الجد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اليوم أقف أمام حضراتكم للتحدث عن موضوع مهم والذي ستزداد أهميته مستقبلا للفرد والمجتمع، ألا وهو البيئة، أو بالأحرى الثقافة البيئية. في سنوات السبعينات اهتم العلماء بمادة لها خاصيات مميزة كعزل الحرارة ومقاومة الحرائق وتسقيف المنازل، ألا وهي الإسبست أو ما يسمى بالفرنسية لانيوت. فانتشر استعماله في بناء المدارس وغيرها من البنايات، إلى أنه بعد مرور السنين اكتشف الباحثون أن هذه مادة تمثل مخاطرًا على صحة الإنسان، فهو يعتبر من المواد المسرطنة. وفيما يخص ولايتنا، وحسب مقال أصدرته جريدة الجمهورية بتاريخ 5 جون 2020، والذي ورد فيه بأن مديرية البيئة أحصت وجود 18 مؤسسة تربوية تحتوي على مادة الأنيوت منتشرة عبر إقليم الولاية. ولهذا نرجو منكم الالتفات لما يواجه التلاميذ من الخطر الناتج عن هذه المادة. هذا وشكرا.